الحكام للأهمية ديال القطاع الفلاحي في الاقتصاد ديال بلادنا، وكذلك الأهمية ديال العالم القروي بأنه كيمثل 40% ديال الساكنة ديال المملكة المغربية. فأنا أسعد بهذا التتويج للأخوات والإخوان الصحفيات والصحفيين، تتويج وأسي كذلك جائزة تتعترف وتثمن وتكافئ جهوداتكم الجبارة والاهتمام الذي تشملون به هذا القطاع المهم. الصحفيون ورجال الصحافة والإعلام المكتوبة والمرئية والسمعية والإلكترونية، مرحبا بكم في هذا الحدث. أعتبروه حدث أساسي مهم جدا واللي كنقوموا به منذ الانطلاقة ديال المبادرة 2014 على هامش العريض الدولي للفلاحة، وهذا السنة هذه النسخة 16. بغيت، وهذا المبادرة جات تقدير واعترافا وتشجيعا لما تقومون به من عمل ومن مواكبة لاستراتيجيات التنمية الفلاحية وتنزيل هذه الاستراتيجيات عبر مخططات وطنية وشبابية. المواكبة الإعلامية لكل ما نقوم به، كل ما يقوم به الجهاز التنفيذي والمهنيون كذلك في القطاع الفلاحي وفي العالم القروي، هو جد أساسي وهو واحد لبنة اللي ما يمكنناش عند النجاعة في الوصول إلى الهدف ديالنا بلا هذا المهنيون. الحمد لله كنشوفوا كل سنة كاين واحد اهتمام بالقطاع من طرف يعني هذه من طرف المهنة ديال الصحافة وديال الإعلام، وهذا الشيء جد مهم وهذا هو الهدف ديالنا باش يكون يعني نشجعوا اختصاص ونشجعوا الاهتمام ونشجعوا يعني الحرفية لمواكبة القطاع. معالي الوزير السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لنا للالتقاء في هذا المحفل الخاص بالجائزة الكبرى للصحافة في مجال الفلاحة والعالم القروي. شكرا للسيد رضوان عراش الكاتب العام لوزارة الفلاحة واللجنة التنظيمية النشطة على تسهيلهم مهمة لجنة التحكيم، وهو ما ضمن نتائج متفقا عليها بالإجماع في إطار مداولات مستفيضة صارمة وجدية ووقتية متحيزة فقط للجوة. شكرا للصحفيين المترشحين للجائزة على اهتمامهم بمجال حيوي داخل بلدنا، طبعا لكل منا ارتباط وثيق به، أعني الفلاحة والعالم القروي. لا تلفزيون غنبداو بالجائزة الثانية في صنف التلفازة وغادي نكتشفها معكم. عندنا مصنفة مناصفة سوية انجلجون مناصفة، دونك دوز اكزيكو بوغ سيت كاتيجوري ديال لو دوزيام بخي. جابيل بن داوود قصاب من قناة الثانية اكزيكو افيك الكالكي غالي من قناة العيون لي لسوء الحظ ما كانش يمكن ليه يكون معنا، ولكن طلب من الزميلة ديالو حتى هي تلتحق بنا تستلم الجائزة ديال الزميل. ظرف اللي فيه الاسم ديال الفائزة أو الفائز في الجائزة الكبرى صنف التلفزة
وهو الزميل من القناة الأولى اس ان اف تي جبران عبد الحميد على الأمن المائي رؤية ملكية للمستقبل. تهانينا عبد الحميد جبران. الإذاعة هناك لنا جائزة واحدة وهي الجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى صنف الإذاعة وهي من الإذاعة الوطنية كذلك أرشي مونيا وتغيرات المناخ. الإعلام الإلكتروني أو الصحافة الإلكترونية. وغنبداو بالجائزة الثانية في هذا الصنف هذا. وهذا الصنف هذا مهم نشجعوا المعقول فيه واحد شوية. ومن موقع العمق المغربي إسماعيل تزرني. الآن نمر للجائزة الكبرى للبريس الإلكترونيك أو الإعلام الإلكتروني. وهنا غادي نهنئوهم دوبلومون باسكو سي ان ترافاي ديكيب من إيت راديو بوينما شط سلمى يا شادلو جواد. اخوان ديال الصحافه المكتوبه واش حاضرين معنا اليوم في لاسال؟ ضروري اشويه ما كاينينش الصحافه المكتوبه. دونك غادي نمروا لصنف الصحافه المكتوبه والجائزه الثانيه هذا الصنف. الجائزة الأولى صنف الإعلام المكتوب. من جريدة الأيام الأسبوعية أيت به الحسن. الملف يخص الاستثمار في التمر وتحديات تغيرات المناخ ونقص المياه. هو موضوع كيواد بكتار شعار ديال هاد الدوره 16 de vous joindre à la célébration.